ما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل عمل، سلام هي حتى مطلع الفجر. يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران، 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 يا ربنا احفظنا في شهرنا رمضان، 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 يا ربنا ارحمنا 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 في شهرنا رمضان، يا رب اغفر لنا 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 في شهرنا رمضان، يا رب سامحنا 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 في شهرنا رمضان، يا رب عاملنا باللطف والإحسان، 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 يا رب سلمنا من لهبة النيران، 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 يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان، 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 يا ربنا انفعنا ببركة القرآن، 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 يا سلام سلمنا من هوائك أقسنا، يا سلام سلمنا من أوائق أقتنا، يا سلام سلمنا من أوائق أقتنا، يا سلام سلمنا من أوائق أقتنا، يا
سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يالله بنا نلتقي عند الحبيب النبي 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 يا رجل حوض النبي يالله مع الواردين نرد لحوض النبي يالله مع الواردين نرد لحوض النبي يالله مع الواردين نرد لحوض النبي يالله مع الواردين أنبيائك عجميني بديك الصالحين مع أنبيائك عجميني بديك الصالحين مع أنبيائك عجميني بديك الصالحين مع أنبيائك عجميني بديك الصالحين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين 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 يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك 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 يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا 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 ومنك قربنا ولا تبعدنا ومنك قربنا ولا تبعدنا ومنك قربنا ولا تبعدنا ومنك قربنا ولا تبعدنا إنا تواصلنا بجاه سيدنا إنا تواصلنا بجاه سيدنا إنا تواصلنا بجاه سيدنا إنا تواصلنا بجاه سيدنا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا
Kita baca doa khatmul Quran yang tadi sudah kita khatamkan Al-Quran dalam salat tarawih berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغ رسول النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال سيدنا وخالقنا ورازقنا ورازقنا ووارثنا وباعثنا ونصيرنا من إليه مصيرنا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وعلى أصحاب المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إن ربنا حميد مجيد كلام قديم لا يمل سمعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور بي قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به علما وفهما وحكمة وآنس بي يا رب في قبري وحشتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي عليهم صلاة الله ثم سلامه متى قرى قاري بحفظ ونظرتي يا أكرم سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم سئل وأوسع من جاد بالعطايا طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامنن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان واجمعنا على الإيمان اللهم اجعله لنا نورا وإماما ورحمة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء لصدورنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمارنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا واستعملنا به سرا وعلانية يا كريم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما قرانا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار أبدا ما أبقيتنا واستعملنا به سرا وعلانية يا كريم اللهم واشفي به مرضانا وعافي به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا وتمم به نعمك علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا واقبل بوجهك الكريم علينا يا كريم
اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويقف عند عجائبه. اللهم اجعلنا بحقوق كتابك الكريم العظيم قائمين وعلى تلاوته مداومين وبمعانيه عالمين وبه مؤمنين ومن الجفاء له والاستخفاء به والاستهزاء والصد عنه سالمين يا كريم. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها قائدا ودليلا وإلى رضاك وطاعتك موصلا يا رب العالمين يا كريم. اللهم ما كان في تلاوتنا هذه أو تلاوة غيرها من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو سهو أو لهو أو لغو أو لحن أو سوء ظن أو وقوف على غير ما ينبغي أو رياء أو سمعة أو إعجاب وكذلك سائر أعمالنا فتقبلها اللهم بفضلك وتجاوزها عنا بطولك ومنك وكرمك وإحسانك واكتب ثوابها لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأمواتنا ولجميع المسلمين كما كتبته لعبادك الصالحين وأوليائك المفلحين. أصلحنا الله واجعلنا صالحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين. هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما أنزلت بسبب ثواب قراءتنا هذه أو قراءة غيرها من بركة وغفران وخير ورضوان وقبول وإحسان فاجعله اللهم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. واخصص اللهم بأفضلها وأكملها وأتمها إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين. واجعل اللهم مثل ذواب ذلك من معزير برك وإحسانك في صحائفنا وصحائف والدينا ومشايخنا معلمينا وأمواتنا من حضرنا من غاب عنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أدخل اللهم علينا وعليهم يا كريم في القلوب والقبور الضياء والنور والفسحة والرحمة الواسعة والسرور إنك ملك غفور. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا منكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام ولا رانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا تلقاكم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإفضال والإعظام والإنعام. وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيار البراد الكرام وصابح الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، آمين. Mari kita bersama-sama dengarkan pembacaan doa Birrul Walidain. Semoga kita semua dijadikan termasuk bagian daripada anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bisyukril walidaini wal ihsani ilayhima وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناه من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواطن عفوك وغفرانك، وتحلهم به دار كرامتك وأمانك، وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم، وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجيء في قبورهم، وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين، وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في أهل انقطاعنا إليهم راحمين، وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغارنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم، والحنانة التي ملأت بها صدورهم، واللطف الذي شغلت به جوارحهم، واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين، ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين، وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين، والرعي الذي كانوا فينا راعين. أفضل ما جازيت بسعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم هب لهم ما ضيعوا في من حق ربوبيتك فيما اشتغلوا به في حق تربيتنا، وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون فيه من حق خدمتنا، واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اغتسبوا من أجلنا، ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا، وتحمل عنهم الظلامات التي ارتكبوا فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا، والطب بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات، فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا، وما اقترفناه من السيئات واقتسمناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات، فلا تلحقهم منا بذلك عوبا، ولا تجعل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم، ولا تخزهم بنا في أسكر الأموات بما نهدث من المخزيات ونأتي من المنكرات، وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح، إذا سر أهل الصلاة بأبناء الصلاة، ولا توقفهم منا على موقف الافتضاح
بما نجترح من سوء الاجتراح. اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها، وما صليناه من صلاة فتقبلتها، وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها، وتصدقنا من صدقة فنميتها. فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا، وقسمهم منا أجزل من أقسامنا، وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا. فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم، أنت أولى بالبر من البارين، وحق بالوصل من المأمورين. اللهم اجعلنا لهم قرة عين يوم يقوم الأشهاد، واسمهم منا طيب النداء يوم التناد، واجعلهم منا من أغبط الآباء بالأولاد، حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات له فيها نعيم مقيم، خالدين فيها أبدا، إنه هو أجر عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه. يطول قصدي في مدح محمد صلى الله عليه، وأتيت في الأعمال غاية مقصدي صلى الله عليه، وما زلت فيه في المدعي أبتدي صلى الله عليه، يروني وأخدي في مدعي أحمدي، فقد لذ لي في مدحه أحمد مخدو صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. زناد افتخار في المداعي قحد احزون صلى الله عليه، به الأفاق حين وضحته صلى الله عليه، ويا كل ما عندي لكم قد شرحته صلى الله عليه، جئت فلا أدري إذا ما مدحته أفي روضة أم جنة أتلذذ صلاة وتسليم وأزكى تحياتي
بشكره صلى الله عليه. وموسى تمنى أن يفوز بأمره صلى الله عليه. ذكره لم يبقى ذكر لذكره صلى الله عليه. دام النسيم بقبره تقد نعنى المسك منه منافذ صلاة وتسليم وازكى تحياتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. نيول انسحبنا افتخارا لفخره صلى الله عليه. لنا كل باب للمفاخر ما انفذوا ياه صلاة وتسليم وازكى تحياتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا ياه. دخلنا رسول الله ذات والعلا صلى الله عليه. ليوم به كتب الخلائق تنبذ صلى الله عليه. دخلنا رسول الله ذات والعلا ليوم به كتب الخلائق تنبذ ياه صلاة وتسليم وازكى تحياتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا ياه. ذاخرتنا تعلو دخائر كلها بدم الورى مما ترات تعوذوا ياه صلاة وتسليم وازكى تحياتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا ياه. جرفت دموع العين شوق الأحماد ولبنا وذل وقلب مجدد صلاة وتسليم وازكى تحياتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. جللت ولكني دلدت بالهوى
وما الحب إلا ذلة وتلذذ. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى. صلوا الله أرجو بحبه وبالمدح أرجو للجنان أنفاد. صلاة وتسليم تحياتي على المصطفى. صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم عليه. صلى الله عليه. مدح النبي لوامقه لذيذ. صلى الله عليه. ولهم به إن خوفوا تعويذ. صلى الله عليه. وبحكم دين هداه فيتلوذ. صلى الله عليه. دين النبي لحكمه تنفيذ. وبه من الشيطان نحن نعوذ. اللهم صل وسلم عليه. صلى الله عليه. دين متين عز علي قدره. صلى الله عليه. دين مبين سره في جاره. صلى الله عليه. دين مسون لا يشاب بغيره. صلى الله عليه. دين قرن الله حافظ ذكره. إن غال دينا هفوة وشذوذ. اللهم صل وسلم عليه. صلى الله عليه. دين قويم لشرائع من شاءوا. صلى الله عليه. بكتابه إن النبي منبأ. صلى الله عليه. دين بتنزيل الكتاب مؤطأ. صلى الله عليه. دين النبي عليه فهو مبرأ من كل سوء خالص منفوذ. اللهم صل وسلم عليه. صلى الله عليه. آياته ما كررت بتردد. صلى الله عليه. تزداد بهجتها بغير تردد. صلى الله عليه. بالحفظ لا يأتيه باطل ملحد. صلى الله عليه. دامت حراسته بطلعة أحمد خير الأنام وما تراه فذوذ. اللهم صل وسلم عليه. صلى الله عليه. أبقى الهناء لكل شاذ منشد. صلى الله عليه. في مدح هاد كم هدى من مهتد. صلى الله عليه. فنديحه يحلو بصدق تودد. صلى الله عليه. يعني أعمر في مديح محمد حمري فإن المدح فيه لذيذ. اللهم صل وسلم عليه. صلى الله عليه. مدح به فاق المدى
واسمه صلى الله عليه، وعلى الدرار كيف در نزمه صلى الله عليه، ومحبه قد قال ذلك حكمه صلى الله عليه، در يمر على اللسان وطعمه حلو المذاق كأنه فالود. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه، كل ما تشاء بمدح طه أحمد صلى الله عليه، نور الوجود أجل هاد مهتد صلى الله عليه، إني أقول مباهيا بتودد صلى الله عليه، دونت مدحي في النبي محمد حبا ومدحي غيره منبوذ. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه، إعراب لهني في هواه أفادني صلى الله عليه، فجلا كبيرا عزت منه ما مني صلى الله عليه، وصدقت أنشد ظاهرا عن باطني صلى الله عليه، دققت معنى مدحتي فأعانني في النزم دين مرهف مشعوذ. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه، إن النبي مديحه يجلو الصدى صلى الله عليه، نال السعادة مرتديه والهدى صلى الله عليه، لا زال مادجه بمدح ذا ندى صلى الله عليه، دامت يداه تسح جودا فالندى من كف أحمد هاتل مأخوذ. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه، طه على سر الإله أمينه صلى الله عليه، هاد هداه رشيده مأمونه صلى الله عليه، وبيان أمداح الورى تبيينه صلى الله عليه، يعني من الدنيا وحسبك دينه، وبه لدى الأخرى الجموع تلوذ. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه، اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه، قد ضاء في فلك الكمال النور صلى الله عليه، بثناء خير الرسل حين يدور صلى الله عليه، يا من حلا فيه له التكرير صلى الله عليه، ذكر النبي محمد المشهور بين الأنام ودينه المنصور. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه، اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه، اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه، والله أعلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تبارك ذو العلا والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء آه.
أنا يا صاحي نفسك لا تهنها وشمر للتقى عنها وسنها فما لك عوض في الخلق عنها ودون يا كالتي غرتك منها زخارفها تصير إلى انجداد تدعمي الدنيا كشهدي ولا فيها يغرك ذات نهد وكم خانت وما أوفت بعهدي تزاحزح من مهالكها بزهد فما أصغى إليها ذو نفاد لا إله إلا الله آيا أحسن للفتى أضعف قسمي من الدنيا وقد ستر برسم ورام الموت يكسده بسهم لقد مزجت حناوتها بسم فما كالحدر عنها من ملاذي لا إله إلا الله يطيل المرء في دنياه غيا ويفرح بالذي ما منه شيئا لقد نادى المنادى
يهديكم وهيا عجبت بمعجبين بنعيم دنيا ومفتون بآية من لذاذي شهرا بعد شهر ولم نندر لأخرانا بفكر ضرتها تصافينا بغدر ومؤثر للمقام بأرض قفر على بلد خصيب ذي رذاذي لا إله إلا الله تبارك ذو العلا والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء والله تعالى يقول قول الحق المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فادعوه نسألك يا الله نسألك يا الله لنا ولأحبابنا وأبنائنا المسلمين يا مدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في على كل حال حمدا يا في نعمك وفي مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك عظيم العظيم سلطانك سبحانك وحسيتنا عليك على عندك ماتنا على نفسك لك الحمد حتى ترضى لك الحمد اذا رضيت لك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد اذا في كل احد ابدا اد خلقك ورضا نفسك وزنة عاشقك ومداد كلماتك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلام من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا غما إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا محتاجا إلا كفيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا انتصرته ولا مجتهدا في الدين إلا أنت ولا غيبا إلا رددته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك واجعلنا ممن توليته وولاك وأشغلنا بما تبلغنا به غاية رضاك إنك على كل شيء قدير وافعل كذلك بوالدينا وولادنا وإخواننا وأسر قرباتنا ومعلمينا ومشايخنا وجميع المسلمين اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأبصارنا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رحمن الرحيم يا ساتر الحال لا تكشفه يا الله يا سترك الذي لا ينكشف في الدنيا والآخرة اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من سابل يا سابل الستر يا وسترنا بسترك الميل في الدارين وجعل تحت ستر كل ما تحب صلى الله عليه وسلم وسلم في كل حال عبده أزين ما هو على آله صلى الله عليه وسلم يوم وسلم على نعم الله وإفضاله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا
إن رحمة الله قريب من المحسنين أدعوه نسألك يا الله سألك يا الله لنا ولأحبابنا ولمسلمين الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم إلى يوم الدين يا الله يا الله يا الله يا من لا يدعى بهذا الاسم سوى يا من ليس لنا غير إله انظر إلينا واقبل بوجهك الكريم علينا وعاملنا بلطفك الجميل وافعل بنا من الجميل ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من خزيك وكسف سترك ونسيان ذكرك والانصراف عن شكرك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وافعل كذلك بوالدينا والحاضرين جميع المسلمين يا محول الأحوال حول الحال إلى أحسن حال وعافنا من أحوال أهل الضلال اللهم عافنا من بلائك ووزعنا شكر نعمائك وأدقنا بأربر عافيك وحلاوة مناجاتك اللهم ما قضيت علينا من أمر فاحفظ علينا من فيه العقل والدين اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا اللهم ارزقنا أحبابنا وأبدا للمسلمين إلى يوم الدين من الأقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها من الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها ومن العافية أكملها والعافية ومن العافية أكملها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خير من الآخر نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرجك القريب اللهم سترك الجميل اللهم عونك الحسن الحسن الجميلة يا قريب الأحسان يا حسنك القديم يا دائم المعروف معروفك الدائم 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 يا ذا الجلال والكرم يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم في كل حين عبدا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بي المسلين على نعم الله وإفضاله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعوه نسألك يا الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم نسألك يا الله لنا ولأحبابنا أبنا المسلمين إلى يوم الدين يا الله يا لطيف يا كافي يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا كريم يا وهاب يا ذطل يا معطي يا جواد يا منان يا رحمن يا رحيم يا كريم نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات التي مننت بها على ما فقلت منه العثرات أجل عثراتنا أجل عثراتنا أجل عثراتنا وتحمل تبعاتنا وعف عن سيئاتنا وجد علينا بفضلك وقربك يا واجعلنا من خلص أهل المحبة من حسبك اللهم ارزقنا حفظ القرآن الكريم وفهمه وامتثال أوامره وجدنا من زواجره والوقوف عند حدوده وكما العمل به وافتح علينا به وفتح العارفين اللهم اقطعنا جميع قطع للطريق وأجرنا به من الزيغ والابتداء والتأويك وكل لنا يا سيدي متولي في جميع الأمور وشرح لنا الصدور ونورها بنورك يا كاف يا عين صاد يا حاميم عين زين قاف يا قدوس يا نور النور إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نستحفظك ونستمرك جننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأهل بلادنا وأصحابنا وأحبابنا وأحبابنا ومحبينا وأموالنا كل شيء أعطينا اللهم إنا نستحفظك ونستمرك جننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأهل بلادنا وأصحابنا وأحبابنا وأحبابنا ومحبينا وموالينا كل شيء أعطينا اللهم إنا نستحفظك ونستمرك جننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأهل بلادنا وأصحابنا وأحبابنا وأحبابنا ومحبينا وموالينا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم جميعا فيك فيك أنا فيك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد ومن شر كل ذي عين وذي بغي وذي غدر وذي منكر ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا بالعافية بالعافية والسلامة حقيقنا وحقيقنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندم إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وإخواننا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم إنا ضمناك أنفسنا وأهلنا وأهلينا وأحبابنا أبدا من معنا ومن معنا منك فقل لنا ولهم حافظا يا خير مستودع اللهم احفظنا وإياهم من كل سوء في الدارين وجعلنا ولهم بين خيرات الدنيا والدين واسنا وجعلنا وإياهم قرة عين سيد المرسلين اللهم أنا أسألك يا عامل الخفية يا من السماء بقدرة مبنية ويا من الأرض بعزة مدحية يا من السماء يا شمس القمر بنور جلال ومشرقة مضية يا مقبلا على كل نفس مؤمنة زكية يا مسكن رعب الخائفين وأهل التقية يا من حوائج الخلق عنده مقضية يا من نجى يوسف من رق العبودية يا من ليس له بواب ينادى ولا صاحب يغشى ولا وزير يعطى ولا غيره رب يدعى ولا يزداد على كثرة الحوائج إلا كرما وجودا وصلي على سيدنا محمد وآله وأعطني سؤلي في الدارين إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلم بي المسلمين على نعم الله وإفضاله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا له فله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعوه نسألك يا الله
الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. نسألك يا الله لنا ولأحبابنا وأبنائنا والمسلمين أيام الدين. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا قديم. نسألك بأن لك الحمد وأنك تقدر ما تشاء من أمر يكون يا إذا إنك على كل شيء قدير. نسألك بجلال وجهك وعظيم سلطانك وأن نتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا وترحمنا وتطهر قلوبنا وتفرج عنا. يا سيدنا يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم إننا نتوسل بك إلى الله يغفر لنا ويرحمنا ويطهر قلوبنا ويفرج عنا عن الحاضرين. اللهم شفعه فينا بجاه عندك. اللهم شفعه فينا بجاه عندك. اللهم شفعه فينا بجاه عندك. اللهم أجرنا من غير ضرار وأغننا من غير بطار. اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير امتلاء. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا وأكفنا كل هار دون الجنة. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على رزقك على كل شيء. واغفر لنا كل شيء وأصلح لنا كل شيء ولا تعذبنا على شيء ولا تسألنا عن شيء. يا سابق النعم يا دافع النقم يا كاشف الظلم ويا عادل من حكم يا حسيب من ظلم ويا ولي من ظلم ويا أول بلا بداية ولا آخر بلا نهاية. يا من له اسم بلا بكنية بلا كنية واجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. اللهم إني أسألك يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا من واسع لطفه كل شيء. أسألك أن تلطف به في خفي في خفي 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 لطفك الخفي الذي إذا لطفت به أحد من عبادك كفية ووقية وهدية. فإنك قلت الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وصلى الله وسلم على نبينا كل حين عبد على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلم بها المرسلين عدد نعم الله وإفضاله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فادعوه. نسألك يا الله. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. نسألك يا الله لنا ولأحبابنا وأبنائنا المسلمين أيام الدين. يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا كافي يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا كريم يا وهاب يا ذي الطل يا معطي يا جواد يا منان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وإننا لا نسلم دفن ما نكره ولا نملك تحصيل ما نرجو إلا بقوتك. ولا فقير منا إليك ولا غني أغنى منك. إنا لا اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا تسب بنا صديقا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا يسلط علينا من ذنوبنا ولا يخافك ولا يرحمنا ولا تجعل مصيبنا في ديننا ويا رحم في ديننا ويا رحم الرحمين. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأولادنا وإخواننا ولجميع المسلمين. يا ربي هب لي منك حسن اليقين وعصمة الصدق وقلبا سليم وهمة تعود وصبرا جميل ونور التوفيق به استقيم وحسن تأييد وعونا يدوم. فإنك الدائم وجودك عميم أرجوك تعطيني الذي أبتغي بمحض فضلك لا بجهد ذميم. سألتك ربي بصحة القلب والجسد وعافية الأديان والأهل والولد وطول الحياة في كمال استقامة وحفظ من الإعجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير قاصر يكون لنا عونا على منهج الرشاد وحسن أداء الحقوق جميعها بفضلك. يا الله يا فرد يا صمد بجاه النبي المصطفى أشرف الورى وأفضل من صام وحج ومن سجد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الأبد. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا المرسلين عدد نعم الله وإفضاله. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين فادعوه. الحمد لله رب العالمين أدعوه. نسألك يا الله. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. نسألك يا الله لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين أيام الدين. يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيم يا حي يا قيم يا حي يا قيم يا حي قبل كل حي يا حي بعد كل حي يا حي حين لا حي يا حي مميت الأحياء يا حي ميحي الموتى. أحيي قلوبنا بأنوار معرفتك وأملاها بمحبتك وأبهجنا بأنوارك وأحينا حياة طيبة وإذا توفينا وتوفنا إليك أنت راضي عنا وحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا وحلبنا بين أهله وبينه وانصرنا على عدوك وعدونا وتولنا برضاك وأحمينا بحماك في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد في كل حال وفي كل لحظة أبدا وجميع محامدك كلها كما أنت أهله وعدل خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. وصل وسلم وبارك في كل لحظة أبدا جميع الصلوات كلها كما أنت أهله مثل ذلك كلها على سيدنا محمد وآله وصحبه عليه وصحبه وعلى سلم بي المرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين علينا ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا أبدا وعلى سلم المسلمين ليوم الدين معهم وفي
برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كل صلاة تهب لنا بها ولكل مسلم خير الدنيا والآخرة تعيد الدنيا وتعيد بها من كل مسلم من كل مكروه في الدنيا والآخرة وافعل بنا به من الجميل ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم إنا نسألك لنا ولهم في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون أعوذ بك من مستعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة واصرف عنا واصرف وارفع عنا وعنهم كل سن عاجلا وآجلا ظاهرا وباطنا أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كما المتبعات له ظاهرا وباطنا عافية عافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد نويت صوم غد أن أدائي فرضي شهر رمضان هذه السنة لله تعالى الحمد لله baru saja kita selesai menghatamkan Al-Qur'an sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda إذا ختم العبد القرآن أمن بدعائه 4000 ملك في رواية 70000 ملك jika seseorang hamba menghatamkan Al-Quran maka doanya diamini oleh 4000 malaikat 4000 malaikat mengaminkan doa kita semoga apa yang kita baca doa-doa kita dalam malam ini dalam khatmul Quran mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah dan kita doakan khusus untuk orang tua kami, orang tua kita semua, guru kita semua yaitu Syekhana Kiai Haji Hariri Abdurrahman yang saat ini beliau sakit mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiyah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bihaqqi rabbil alamin dan juga alhamdulillah pada malam hari ini juga beliau mendapatkan rezeki dari Allah yaitu mempunyai cucu yang baru saja lahir dari putra Gus Ali Fikri bin K. Haji Hariri Abdurrahman mudah-mudahan Rabbi ja'alha min bintan salihatan mubarakatan min awladi salamah wa anna Allah ja'alha bintan tayyibatan mubarakatan waj'alha tayyah baratan liwalidain muwahhadan billah أمون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan malam ini juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar dikatakan biasanya turun pada malam-malam ganjil. Dan saat ini tepat malam 9 daripada bulan Ramadan, mudah-mudahan ganjil malam ini dijadikan bagian daripada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan insyaallah diriwayatkan oleh Abu Hurairah
Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, baginda Nabi bersabda, idza kanat lailatul qadar. Mudah-mudahan malam-malam nanti insyaallah malam semakin naik ke malam Lailatul Qadar ya Rabb. Jika terjadi malam Lailatul Qadar, nazalatil malaika wa hum sukkanu sidratil muntaha, turun malaikat-malaikat penduduk sidratil muntaha, mereka turun, dan malaikat Jibril bersama malaikat-malaikat sidratil muntaha dikawal mereka oleh malaikat Jibril, dan membawa 4 bendera, wa ma'ahu arba'atu alwiyah, wa ma'ahu arba'atun alwiyah, fayansibu liwa'an minha ala gabri. Bendera yang pertama, kata Nabi SAW, ditegakkan ada di makam baginda Nabi SAW, tepat pada malam Lailatul Qadar. Waliwa'un ala turisina, satu bendera lagi ditancapkan ada di bukit Turisina. Waliwa'un waliwa'an ala dhahril masjidil haram, dan satu bendera lagi ditancapkan ada di Masjidil Haram. Waliwa'an ala dhahri Baitil Maqdis, dan satu lagi ditancapkan ada di Baitil Maqdis, tengah-tengah Baitil Maqdis. Jika terjadi malam Lailatul Qadar malam hari ini, wala tada'u baitan fihi mu'minun wala mu'minatun illa dakhalat wa sallamat. Tidaklah malaikat meninggalkan satu rumah yang di dalamnya ada seorang yang beriman kepada Allah, seorang mukmin laki ataupun perempuan, kecuali malaikat akan masuk dan akan memberikan salam kepada penduduk rumah tersebut. Wa taqulu, dan malaikat tersebut berkata, ya mukmin, ya mukminah, wahai orang mukmin laki ataupun orang mukmin perempuan, assalamu alaikum, assalamu yukri'ukas salam. Allah Maha pemberi selamat, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada kalian. Jadi Allah kirim salam kepada kalian. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Tidak henti-hentinya malaikat itu turun dan masuk setiap rumah orang-orang yang beriman hanya untuk menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tala'al fajar, dan apabila terbit fajar malam hari ini, karena itu dari awal malam kita dianjurkan agar supaya memperbanyak doa, ya, memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil dengan adanya qiyamul lail, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tala'al fajar, sampai terbitnya fajar. Kalau sudah terbit fajar, para malaikat itu naik ke atas. Makanya dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alf syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam, salamun hiya hatta matla'il fajar. Memberikan salam sampai terbitnya fajar. Kalau sudah terbit fajar, fa awwalu man yas'adu Jibril alaihi salam, pertama kali yang naik ke atas langit adalah malaikat Jibril alaihi salam. Hatta yakuna 'alal wajhil a'la bainas sama'i wal ard, sehingga sampai di langit yang pertama yang antara langit dan bumi. Fayabsutu janahaihi, malaikat Jibril tadi membentangkan dua sayapnya. Fatusbihu syamsu bayda la syu'a laha, sehingga matahari tersebut menjadi putih, ya, sehingga tidak menyebar pancaran matahari tersebut karena bentangan sayap-sayap malaikat tersebut. Fayagumu Jibril alaihi salam, berdiri malaikat Jibril alaihi salam bersama pasukannya, malaikat-malaikat yang datang dari Sidratil Muntaha yang turun bersama malaikat Jibril antara langit dan bumi.
yaumahum dalika fi du'ain wastighfarin lil mu'minina wal mu'minat. Malaikat Jibril dan para malaikat-malaikat yang turun dari Sidratil Muntaha dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, hari-hari mereka, waktu-waktu mereka selalu berdoa untuk orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah. Baik muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat selalu didoakan oleh malaikat-malaikat yang dari Sidratil Muntaha dipimpin oleh malaikat Jibril. Fa idza amsu dakhalu sama'id dunya, kalau sudah mereka sudah lewat dari bumi dan masuk ke langit yang pertama, fataqulu lahum malaikatu sama'id dunya. Ya, maka berkata penduduk malaikat-malaikat yang ada di langit dunia, langit lapisan yang pertama, disambut oleh langit yang di langit dunia tersebut, marhaban bi asyrafina wa sadatina. Ya, disambut ahlan wa sahlan, selamat datang wahai pembesar-pembesar kami, wa sadatina itu malaikat-malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Min aina akbaltum, dari mana kalian datang ini? Ya, kok kalian baru datang, dari mana ini? Fayaquluna akbalna min 'indi ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami baru saja turun dari menuju umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulun, mereka bertanya, ya, ma sana'ar rabbu subhanahu wa ta'ala fi hawaijihim? Apa yang telah diperbuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hajat-hajatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka menjawab, ghafarallahu li salihihim wa syaffa'ahu fi talihihim. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka daripada yang baik di antara mereka, dan yang baik diberikan izin untuk bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang jelek di antara mereka. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayadujun bitasbih wa tahmid wa tahlil. Malaikat dunia tersebut, mereka saking gembiranya kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang soleh di antara mereka diberikan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang jelek bisa di antara yang baik memberikan syafaat pertolongan kepada yang jelek di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka rasa syukur mereka kepada Allah sehingga mereka bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini rasa syukurnya para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai syukur mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lima yu'tillahu li ummati sayyidina Muhammad, karena Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayas'aluna an rajulin wa mra'atin, maka mereka bertanya lagi tentang seseorang laki-laki dan seorang wanita. Fayaquluna ma fa'ala fulanun wa ma fa'alat fulanah, apa yang diperbuat oleh seorang laki-laki dan apa yang diperbuat oleh seorang wanita. Fayaqulun, maka mereka menjawab, wajadna fulanan amal awal muta'abbidan wa wajadnahul am hadha mubtadi'an fayakufuna anil istighfar lahu. Ketika ditanya bagaimana perbuatan seseorang laki-laki dan perbuatan seorang wanita saat ini, mereka menjawab, kami mendapatkan sebagian di antara mereka yang tahun dulunya mereka beribadah, semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di tahun ini mereka sudah mulai kendor. Fayakufuna 'anil istighfar lahu. Diam malaikat daripada istighfar untuk dia. Wa wajadna fulanan 'amal awal mubtadi'an. Kami dapatkan juga di antara mereka yang tahun lalunya kurang semangat, tetapi tahun sekarang mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faistaghfiruna lahu, maka mereka memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang semangat di tahun ini di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yad'una lahu, justru di samping memintakan ampun dan didoakan oleh, dan mereka mendoakan untuk orang-orang yang semangat tersebut. Kemudian dikatakan, kami juga mendapatkan fulanan talian kitab Allah. Kami mendapatkan ada orang yang sedang membaca ayat kitab Allah, yaitu Al-Quran.
Wajadna fulanan bakian, dan kami mendapatkan ada seseorang yang sedang menangis. Fayad'una lahum wa yastaghfiruna lahum, maka mereka para malaikat mendoakan orang-orang yang menangis, mendoakan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mendoakan orang yang sedang beribadah. Wa yastaghfiruna lahum thumma yas'aduna ila sama'it tsaniyah, sampai akhirnya naik ke langit yang kedua. Fahum fi kulli sama'in yaumahum wa lailatahum fi du'ain wa istighfar. Ketika mereka perjalanan dari langit pertama, dari bumi sampai langit, sampai antara langit pertama dan antara langit dunia dan bumi, mereka selalu berdoa di hari-hari mereka, waktu-waktu mereka berdoa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta yantahuna ila makanihim min sidratil muntaha, sampai mereka batas ke sidratil muntaha. Fataqulu lahum sidratil muntaha, sidratil muntaha bertanya kepada penduduknya, aina ghibtum hadhil ghaibah, dari mana kalian kok enggak ada ya, kok saat ini kalian kosong, tadi malam kosong saya lihat. Fayaqulun kunna inda nuzuli rahmatillah ala ahlil ardi, kami sedang menurunkan rahmat-rahmat Allah untuk penduduk bumi. Fi lailatul qadri, di dalam malam lailatul qadar, Allah majalna hadhil laila lailatul qadar, mudah-mudahan dijadikan malam ini malam lailatul qadar. Fataqulu, maka bertanya sidratil muntaha, ma sana'ar rabbu ta'ala bihim, apa yang Allah perbuat untuk mereka ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulun, maka mereka menjawab, Allah telah mengampuni orang-orang yang baik di antara mereka dan memberikan syafaat orang-orang yang baik kepada orang-orang yang jelek. Faqala fatahtazzu sidratil muntaha, dikatakan sampai-sampai saking senangnya sidratul muntaha ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dengan saking senangnya sampai goncang itu sidratul muntaha, sampai-sampai goncang, dan dia memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tasbih, takdis, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas pemberian Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai goncangan tersebut, tasbihnya sidratul muntaha tersebut terdengar dengan jannatul ma'wah, terdengar oleh jannatul ma'wah. Jannatul ma'wah mendengar jeritan daripada sidratul muntaha ya, wahiyya mutalli'atun 'alaiha, dan dia sedang memerhatikan keadaan sidratul muntaha. Fatagulu, maka bertanya jannatul ma'wah, surga al-ma'wah bertanya kepada sidratul muntaha, ayuha sidratil muntaha, limah tazazdi atajalla rabbuna ya, apakah, kenapa kamu kok goncang, apakah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan cahayanya untukmu ya. Maka sidratil muntaha mengatakan, fatakul akhbarani sukkani, aku telah diberikan kabar oleh pendudukku malaikat sidratil muntaha dari malaikat Jibril bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan syafaat yang baik untuk kepada orang-orang yang jelek di antara umat Nabi Muhammad. Saking senangnya surga al-ma'wa, sampai-sampai dia menjerit juga sambil bertakdis dan tasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatasma'uha jannatun na'im, goncangan daripada jannatul ma'wa tersebut didengar oleh jannatun na'im, surga an-na'im mendengar, dan dia sedang memerhatikan daripada goncangan jannatul ma'wa. Yang akhirnya jannatul na'im bertanya, wahai jannatul ma'wa, wahai surga al-ma'wa, ada apa kabarnya? Kok sampai saya lihat kamu goncang, kamu bertasbih, emang ada apa? Kemudian dia mengatakan, saya diberikan kabar oleh sidratul muntaha, dan sidratul muntaha mendapatkan kabar dari penduduknya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan syafaat yang baik kepada yang jelek. Fatadiju jannatun na'im, maka jannatun na'im pun juga ya, fatadiju jannatul ma'wa kadalik bertasbih wa taqdis wa thana wa syukur, sampai kepada terdengar jannatu adan, dan terdengar kepada al-kursi Allah ya, fayaqulu kadalik, dan juga mengatakan demikian, kursi Allah terdengar kepada arasy Allah subhanahu wa ta'ala.
Fayaqulil kursi, kenapa kamu goncang? Kenapa kamu goncang wahai kursi? Kenapa kamu menjerit wahai kursi? Ya kata arsy Allah Subhanahu wa taala, fayaqul akhbaratni jannatu adan, an jannatin na'im, an jannatil ma'wa, dari Sidratil Muntaha, dari penduduk Sidratil Muntaha, dari malaikat Jibril, bahwasanya kabar gembira Allah telah mengampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan syafaat yang baik kepada yang jelek. Fayaqala fayahtazul arsy. Arsy Allah pun juga goncang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar Allah mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadijju fayaqulul jalil jalil jalla jalaluh. Ya. Akhirnya sampai menjerit itu arsy Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada arsy-Nya, "Lima dajjata wa huwa a'lam?" Ya, wa huwa a'lamu wa huwa a'lam. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tapi Allah bertanya kepada arsy Allah, "Kenapa kamu menjerit wahai arsy?" Kemudian arsy Allah mengatakan, "Akhbaranil kursi." Saya diberikan kabar oleh kursimu. Diberikan kabar kursi dapat kabar dari Jannatun Adan. Jannatun Adan dapat kabar dari Jannatun Na'im. Jannatun Na'im dapat kabar dari Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa dapat kabar dari Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha dapat kabar dari penduduknya. Penduduknya dapat kabar dari Jibril alaihi salam. Sesungguhnya engkau ya Allah, wahai Zat yang memberikan rahmat kepada umatmu, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghafarta li ummati sayyidina Muhammad. Engkau telah mengampuni umat Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syafa'ta salihan fi musihim, dan kau berikan syafaat kepada yang baik untuk bisa memberikan pertolongan kepada yang jelek. Fa yaqulullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada arsy-Nya, sadaqa sukan Sidratil Muntaha. Benar sukan sidra, penduduk Sidratil Muntaha. Benar Sidratil Muntaha. Benar Jannatul Ma'wa. Benar Jannatul Na'im. Benar Jannatul Adan. Dan benar kursi. Wa sadaqta ya arsy. Dan benar kamu wahai arsyku, a'adattu li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma la aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku memberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pemberian yang tidak bisa dilihat dengan mata, pemberian yang tidak bisa didengar dengan telinga, pemberian yang tidak terlintas di dalam hati seseorang manusia. Ini pemberian yang sangat luar biasa. Ikhwani, saudara-saudaraku yang saya yang dihormati yang dimuliakan oleh Allah, lihat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan, kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian yang tidak ada batas, pemberian yang sangat besar. Allah memuliakan kita dengan Nabi Rahmah wa Rasulul Huda wa anggadakum bibarakatihi minar rada. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada jalan-jalan yang jelek menuju jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita yang banyak dosa diampuni oleh Allah. Di antara kita yang banyak kesalahan diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemberian-pemberian daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mudah-mudahan malam ini dijadikan malam Lailatul Qadar, kita berbanyak doa, kita berbanyak mohon permohonan kepada Allah, kita berbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membaca Al-Qur'an, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat tarawih, dan nantinya salat subuh kita tutup dengan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur kepada kita, diberikan kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyelesaikan sisa-sisa hari daripada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan kekuatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini tertib daripada Habib Ja'far. Kita bersama-sama biasanya keluar di halaman, tapi kita karena full, kita cukup membaca doa di sini dan diikuti bersama-sama sesuai dengan tertib sambil menghadap ke kiblat. Kita hadirkan keluarga-keluarga kita yang ada di rumah yang tidak bisa hadir agar supaya bisa mendapatkan bagian daripada khatmul Quran pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
على الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. علي الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. على يا صاح يا صالة تزع وتتجار وسلم للمقادير قاية حمد على يا الله بنظرة من العين الرحيمة تجاوي كل ما فيه من أمراض سقيمة. وكن راضي بما قدر المولى وجبار ولا تسخط قد الله رب العرش الأكبر. على يا الله بنظرة من العين الرحيمة تجاوي كل ما فيه من وكن صابر وشاكر تكن فايس وظافر ومن أهل السرائر ومن أهل السرائر. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تجاوي كل ما به من أمراض سقيمة. رجال الله من كل ذي قلب منوان مصفا من جميع دنستي مطهر. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وده دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. على يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ولا يحرس عليها سوى أعمى البصيرة عديم البصيرة سوى أعمى البصيرة. على يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ولا يحرس عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفقر. علي الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. تفكر في فناها وفي كثرة عناها وفي قلة عناها وفي كثرة. على يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. تفكر في فناها وفي كثرة عناها وفي كثرة عناها وفي قلة قناها. على يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. فتوبى ثم توبى لمن منها تحضر وطلقها وفي ضاعض الرحمن شمى. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. على يا عين جودي بدمع من قسائل على دك الحبيب الذي قد كان نازل. على يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. معنا في المرابع وأسبس في راحير وأمس القلب والبان من بعده مقدر. على يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ولكن حسبي الله وكل الأمر لله وكل الأمر لله ولا يبقى سوى الله. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. على بشر جدد سحائب رحمة البار وحيهم بروح الرضا ربي وبشر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما
ما بي من أمراض سقيمة بها سادتنا والشيوخ العارفون وحلونا وأحبابهم بقلب نازلونا ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ومنهم في سرائر فؤادي قاطنونا بساحة تربها من زكي المسك أعطى ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة منازل خير سادة لكل الناس قادة لكل الناس قادة محبتهم سعادة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا باخذ من زارهم بصدق واندار إليهم معتني كل مطلوب تيسر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا بفضلك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضي عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت فباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والتهدنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول على فينا باب مولانا طرحنا الحمول الله الله يا الله لنا بالقبول رجل منه الموت
اللهم إن ليالي أفضال وليالي رحمات وليالي بركات، فاجعل لنا فيها إن شاء الله غاية الأمنيات، وبلغنا فيها ما بلغته الكامل من أهل النهايات، ووصلنا كما وصلتهم في سائر الحالات، واجعل الدعوات قابلة مقبولة عندك يا رب البريات، واختم لنا بخير بخير، واجعلنا من أهل الخير، ويعاملنا معاملتك لأهل الخير، واكفنا الضر وأهل الضير وأهل البلاء وأهل البلاء، واجعل بيننا وبينهم حجابا سدا ومنيعا لا يقدرون علينا ولا نقدر على قربهم ولا الاتصال بهم في حال من الأحوال. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم ضالين من الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد أهل الرسالات وإمام القبلات ظاهرا وباطنا، اللهم اجعله شفيعنا واجعلنا معه في كل حال ظاهرا وباطنا، وانفعنا به وبرسالته وبعمله وما جاء به وما دعا إليه وما كان عليه، وجعلنا من المتوجهين إلى قبلته قائمين في كل حال ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين. ديumumkan إن شاء الله pada malam 11 daripada bulan Ramadan diadakan ihda asyariah atau ihda asyariah untuk ummul mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hawal Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar sekaligus Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki di pondok pesantren Baldatul Siddiq. Ya, sekali lagi. Dan kemudian malam 15 di Musallah An-Nur Kalipuro, ya, dimohon kehadirannya. Dan malam 16 di Masjid Ahmad bin Agil Ba'bud Singoturunan. Allahumma salli ala Muhammad.